عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو لدي باش نشرح لكم جدول الضرب 11 بكل سهولة ويسر. نحن بطبيعة تعلمنا في المدرسة الابتدائية معناها طريقة صعيبة مش وتتطلب زادة وقت. باش نعطيكم مثال، هذايا 18 فحداش شدوا لي الوقت، شوفوا قداش تشد بالطريقة متاع اللي تعلمناها في الابتدائي. مثال عندنا هنا 18 في 11. أول حاجة 1 في 8 8، 1 في 1 1، بعد نحط نقطة لهنا 1 في 8 8، 1 في 1 1. ب شوف قداش شدت وقتها ومازلت ما كملتهاش. ب 8 مع 1 9 لهنا نهبطوا 1، النتيجة 198. باش نوريكم طريقة سهلة حلوة. به بالنسبه لجدول الضرب 11 فيه برشا طرق. به اليوم باش نوريكم الجزء الاولاني والجزء الثاني. الطريقه الاولانيه اللي نستعملها في 11 اذا كان معناها العدد اللي ضربناه في 11 يكون اصغر من 11، واذا كان زاد العدد اللي ضربناه في 11 يكون المجموع نتاعو أكبر أو يساوي 11. والمرة الجاية باش نعلمكم كيفاش نضربوا 11 في عدد دي ثلاثة أرقام. بالنسبة اليوم 11 في رقمين. باهي شوفوا طو شديت الوقت نتاع العملية دي قداش طلبت وقت، طلبت وقت طويل. شوفوا طو أنا كيفاش نخدمها بالطريقة نتاعي اللي باش تشوفوها معايا، شرط أنكم معناها تركزوا في الفيديو من الاول للاخر باش تفهموا، على خاطر مانيشي باش نستعمل نفس الطريقه كل مره، باش نستعمل طريقه وكل طريقه باش نطبقها على عمليات. به قبل الانطلاق ما تنسوش اعجب للفيديو وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. عندكم اي سؤال اي استفسار خليه لي في تعليق اسفل الفيديو. به عندنا هنا 18 في 11. أنا طلعت النتيجة في صفيصة. طو معناها في ثانية، في ثانية هكا طلعت النتيجة في صفيصة، ما غلطتش لهنا مرة واحدة. طو شنو هي السر كيفاش تحصلت على النتيجة في ثانية؟ هذايا تعاون صغاركم معناها في مثال الامتحان هو يتطلب ساعة، ما لازموش يفوت ساعة. هو إذا كان حافظ القواعد نتاع جدول الضرب، خاصة في جدول الضرب معناها هذا يستعملوه ولادكم في شنية، يستعملوه في المسائل، في وضعية إدماجية إلى آخره، به في التمارينات. به طو كيفاش لقينا النتيجة هذي؟ به عندنا لهنا 18 في 11. قلنا لهنا الطريقة الأولانية اللي طبقناها هي في حال يكون المجموع الذي نضربه في 11 أصغر أو يساوي، أصغر أو يساوي 11. به بالنسبة لهنا أنا نقول مش يساوي، لهنا نقوله أصغر فقط، لهنا نقولوا أكبر أو يساوي. فهمتوا؟ به ماذا قلنا؟ أذية 198. به وأذية 11 في 22 كيفاش نعملوها؟ كيف نحطوا 2 أذية في الأحد و2 أذية لهنا، من بعد نجمعو هذا من زوج مع بعضهم نحطو في الوسط. 4 قداش هذايا؟ 242. به في ثانية 72 في 11، 72 في 11 هنا نحطو 2 متاعنا، نحطو 7 لهنا، 2 مع 7 تطلع 9. به لهنا عنا 2 مع 7 9 أقل من 11. به نحبكم النتيجة هذيا تكتبوا لي
تكتبوا هالي وين في التعليق أسفل الفيديو. النتيجة بتاع العملية هذه 36 في 11 كم يساوي؟ به باش نعرفكم فاهمين وإلا لا. به نحن قلنا لهنا في حال يكون المجموع أصغر من 11، به أصغر أو يساوي، الكل اللي عملناهم لهناك جمعناهم لقيناهم أقل من 11. به باش نعطيكم مثال المجموع يساوي 11. مثال 74 في 11. عنا هنا 4 نحطها هكا، بعد 7 من هنا، بعد 4 مع 7 تطلع 11. في الحالة دي شنو نعملو؟ نكتبو 1 في العشرات ونستحضرو بواحد لهنا، 7 مع 1 تطلع 8، تولي هذايا مالا قداش؟ 8. ده مالا النتيجة 814. ده طب ننتقلوا للطريقة الثانية. في حال يكون مجموع العدد الذي نضربه في 11 يكون أكبر من 11، نعم أكبر من 11. 86 ضرب 11. الطريقة هذه كيفاش باش نعملها؟ توا عنا 6 مع 8 كم يساوي؟ يساوي 14. 14 هي أكبر أو أقل من 11؟ بالطبع أكبر من 11. في الحالة هذه شنو لازمنا نعمل؟ نحطو 6 لهنا ونحطو 8 لهنا، ومن بعد شنو نعملو؟ نجمعو أذاما مع بعضهم. 6 مع 8 قلنا 14، نكتبو 4 لهنا ونستحضرو بواحد لهنا. 8 مع 1 9، معناها نحنا تو شنو باش نعملو؟ باش نفصلو 8 ذيكا ونردوها 9. مفهوم؟ به 67 ضرب 11. 67 عنا لهنا نحطو أول حاجة، 67 هي كي نجمعها 7 مع 6 قداش تعطينا؟ باش تعطينا 13. 13 هي أكبر من 11، معناها باش نحطو لهنا 7، هنا 7 وهذيا 6، من بعد عنا 13 نحطو 3 لهنا ونستحضرو بواحد لهنا. فاش تولي لهنا 6 مع 1 يساوي 7، معناها النتيجة نتاع 67 في 11 يساوي 737. النتيجة نلقاها في ثانية، معناها تعود لا يضيع وقته ولدك وشد يعمل العملية هذه الكل وكل شيء، معناها في الاخر ما يكفيهوش الوقت باش يعدي مثال الامتحان نتاعو، يعود يستعمل الطريقة ذي. الطريقة ذي معناها توفر له الوقت باش يخدم تمارينات اخرى. به على تو 11 في 38. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. به 11 في 38 نحطو لهنا 8 ولهنا نحطو 3. به 8 مع 3، 8 مع 3 هي 11، معناها لهنا زادت كيف كيف أكبر أو يساوي كيف كيف لهنا أصغر أو يساوي، معناها لهنا شنو باش نعملو تو؟ 8 مع 3 باش تطلعلنا 11، نحطو 1 لهنا ونستحضرو بواحد لهنا، 3 مع 1 4، إذا نتيجة العملية هي 418.
ان شاء الله تكونوا فهمتوا ماذا بيا تو باش نعرفكم انتم فاهمين والا لا. اخدموا لي العمليه هذه العمليه اللولانيه ا نتاع الطريقه هذه في حال العدد اللي ضربنا في 11 يكون المجموع نتاعو اصغر او يساوي 11. لهنا في حال يكون مجموع العدد الذي ضربناه في 11 اكبر او يساوي 11. ب 66 في 11 النتيجه نتاعها حطوها في تعليق اسفل الفيديو. ب تو عندنا 11 في 95 نحط هنا كيف كيف 5 الفطر شاف منا نحط لهنا 5 ونحط لهنا 9 5 مع 9 14 نحط 4 لهنا ونستحمدوا بواحد مالا لهنا قداش باش تولي النتيجه 1045. تبعونا باش نبداو نراجعوا لولادكم ان شاء الله. بتبيع القناه شنو فيها دوره تدريبيه كامله حول اسرار ماذا حسب رايكم؟ اسرار حفظ جدول الضرب. نعرف اللي كل اولي الكل يتشكيو اللي هذا يقول لي ولدي ديما ينسى جدول الضرب، لذلك انا عملت لكم دوره تدريبيه كامله موجوده في القناه. الدوره التدريبيه هذه يتعلم فيها ابنك اسرار حفظ جدول الضرب. عطيتكم برشا طرق وولدك الطريقه اللي تعجبه هذيك هي يطبقها. معناها فما طرق معناها عملتهم ما يطلبوش الحفظ جست، معناها فما تكنيك يعملو ولدك يتبع حسب الخدمة متاعي أنا تقنياتك اللي علمتهم في الفيديوهات يطبقهم يولي معناها ينجم ينجز أي عملية بكل سهولة ويسر. وفما زادة دورة تدريبية كاملة حول الحساب الذهني غراتوي زادة كيف كيف. دورة تدريبية فيها جميع المستويات، معناها حتى انت مبتدأ وتحب تتعلم تبع الفيديوهات الكل من الاول للاخر في شكل حلقات وكاملين فيهم كل المستويات. وزيدا نعملوا مراجعة لابنائكم شنية اخر، نعملوا تقييمات ونعملوا ايضا امتحانات اللي تجي في كل ثلاثي. والحمد لله والامتحانات الكل اللي انهبتهم هذاك هما اللي يجي عليهم الامتحانات في المدارس. وان شاء الله زادة باش نبدا زادة نعمل تمارينات وامتحانات زادة متاع السنه السابعه ابتدائي. شكرا على حسن المتابعه والاهتمام والى اللقاء. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشجعونا باش ننشروا المزيد وشيرة في الخير باش غيرك يستفيد. دمتم في حفظ الله.